مما أحب أن أضيفه، وقد سألني أحدهم من خلال الاتصال، هذا الكورونا الذي أنتم الآن تسمعون الكلام فيها، والذي بدأوا يكتبون الآن في أجهزة الإعلام وفي التواصل أن ستكون هذا العام هدة، وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، عندما نرضخ هذا الكلام للعلم الشرعي، هل هؤلاء المتكلمين درسوا فقه التحولات، قواعد وتطبيقات ومصطلحات، أو هو عبارة عن أخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركيبها كما يركبون الطعام والشراب، ثم نزلوها على الزمن ونزلوها على هذا العام أو غيره وبدأوا يقولوا سيكون؟ إذا أنتم تستعجلون الأحداث، والأحداث أصلا هي مبينة في الحديث، صحيح مذكورة في الحديث، لكن وقوعها ليس بيدك ولا بيدي ولا بيد التصور العقلاني الذي يضعه حتى العالم إلا بالشواهد، إلا بالعلامات. ومن العلامات في رمضان على ما يتكلم فيه لابد يكون خسوفين أو خسوفان، إلى الآن لم يحصل أي خسوف، إذن لم تكتمل العلامة. وإن كانت هناك بعض الكلام يقولون عن المذنب أو عن الكوكب الذي يضرب الأرض أو غير ذلك، هذا ليس موجود في النص أنه كوكب ولا مذنب، الموجود في النص أنها هدى بصوت. فلذلك عندما نرجع للنصوص نأمن، وعندما نذهب إلى هذه المفاهيم نصبح فريسة الوكالات الفضائية التي تنقل لنا كل يوم خبر، فيهتز العالم باهتزاز هؤلاء الذي يكذبون على الله ويكذبون على رسوله. نحن لا نؤمن بأقوالهم، نؤمن بالكلام الموجود في القرآن ونؤمن بالكلام الموجود في السنة. لهذا أبين أن كل الذي يتكلموا في هذا الجانب يجب أن يحذرون، فإن الكذبة تبلغ الآفاق، وإن الله تعالى يوم القيامة يأخذ بهؤلاء فيضع كلاليب في أفواههم في نار جهنم، لأنهم يكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق عبر الإعلام. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذن أعيد النظر، لا يمنع أحد أن يقرأ ولا أن يفهم، لكن أن يخوف أو أن يشتت أذهان الناس أو أن يستعجل الأقوال أو أن يستعجل الأحداث فيضرب أو فيضع أن هذه السنة هي السنة تتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ذلك، فهذه مسألة فيها نوع من أنواع الاستعجال، ينبغي التريث وعدم الاستعجال. وأمر الله كائن، سواء رضينا أو ما رضينا، تحدثنا أو ما تحدثنا، والحذر واجب ليس فقط من الهدى وإلا من رمضان، الحذر واجب من كل يوم وكل ليلة. بنتي وبنتك التي تلبس الثياب العارية احذر منها، فإنها علامة، شرب الخمر علامة، انتشار الزنا علامة، ظلم الناس علامة، كلها علامات، الناس يخافون من حدث معين. وكل اليوم الأحداث التي خرجت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الاستباقي رأيناها وترونها كل يوم في حياة الأمة المحمدية. إذا ليست القضية قضية علامة واحدة، هي علامات متعددة تحتاج إلى دراسة وإلى وعي وإلى عدم استعجال وإلى خوف من الله عند التحدث وعند الطرح للأفكار. أتمنى أن الناس تدرك ذلك حتى لا نوقع الناس في هذا الإرجاف، هذا إرجاف شديد على البيوت، على الأسر، على الناس، على الحياة. ومع هذا وذاك الاحتياط مطلوب، لكن ليس الجزم وإنما الاحتمال. دائما علامات الساعة تبنى على الاحتمال ولا تبنى على الجزم. أحببت أن أخرج إلى هذا الباب من باب الاستدراك لما سئلنا عنه، لأجل حتى لا يقع الناس في مسائل يوكلوها إلى العلم وهي ليست من العلم، يعبرون أنهم يتكلمون بعلم وهم يتكلمون عن ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من التريث ولا بد من التأكد والتمكن في ذلك.